بينا بقى نروح ونبدأ أخبارنا، وبيختتم الزمالك بقيادة البرتغالي مستر فيريرا المدير الفني تدريباته النهاردة الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب النهارده الخميس بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة، ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر ليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. أصبح عمر جابر الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك جاهز للمشاركة مع فريقه في مواجهة البنك الأهلي بعدما انتظم بصورة طبيعية في تدريبات الفريق امبارح الأربعاء استعدادا للمباراة المقبلة، وأنهى الظهير الأيمن البرنامج التأهيلي الموضوع له خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وكانت الإصابة عبارة عن كدمة أعلى الركبة، غاب على أثرها عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة. وشارك عمر جابر في مران أمس واليوم بشكل كامل سواء في الفقرات التأهيلية أو الخططية، بالإضافة إلى التقسيمة الفنية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي، على أن يحدد مستر فيريرا موقفه من المباراة. تعالوا نروح لمحمد عبد الشافي، ويؤدي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. وبيخوض عبد الشافي فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون الكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريا فلب مخطط الأحمال بعد أداء الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المرار. وبيسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا لتجهيز عبد الشافي بالشكل المناسب تمهيدا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ونتمنى طبعا عودة محمد عبد الشافي للفريق مرة تانية، يا رب إن شاء الله بخير وسلامة. تعالوا نكمل أخبارنا. وبيدرس البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إعداد رؤى لاعب وسط الفريق إلى التشكيلة الأساسية لأبناء ميت عقبة أمام البنك الأهلي في الجولة السابعة للدوري بكرة الجمعة بعد انتهاء إيقافه. كان رؤى غاب عن مباراة الزمالك وبيراميدز اللي فاتت واللي انتهت لأصحاب الرداء الأبيض بهدف مقابل لا شيء أحرزه مصطفى شلبي. طالب مستر فيريرا من اللاعبين بضرورة استثمار الفوز الذي تحقق على بيراميدز واستكمال المشوار بتحقيق الفوز على البنك الأهلي للضغط أكتر على المتصدر، والذي نجح في الفوز بجميع مبارياته حتى الآن في الوقت الذي فقد فيه الزمالك 4 نقاط. علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة داخل نادي الزمالك على تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. وأكد أمير مرتضى على أن مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا هي المجموعة الأقوى على مستوى المجموعات الأربعة، وشدد على أن جميع الفرق بالمجموعة على مستوى فني مميز وتمتلك جميع الإمكانيات، كما أنه لديهم شعبية وجمهور كبير. وأشار المشرف العام على الكرة إلى أن الزمالك سيبدأ بالمنافسة بكل قوة على البطولة من أول مباراة بالقاهرة، وسيتم العمل بكل تركيز من أجل تفادي أخطاء الماضي لحصد اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ سنوات. وشدد أيضا أمير مرتضى على ضرورة تواجد أكبر عدد من جماهير نادي الزمالك لمساندة ودعم الفريق خلال المواجهة الإفريقية، لأن الزمالك يواجه فرقا قوية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادها.